أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحد من التلوث البلاستيكي والتي تأتي انسجاما مع مبادرات الأمم المتحدة منذ عام 2019 عبر إصدار عدد من القوانين والتشريعات الوطنية التي تختص في هذا الشأن. جاء ذلك بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو، والذي يأتي هذا العام تحت شعار حلول للتلوث البلاستيكي، حيث نوه سمو الشيخ عبد الله بن حمد إلى أهمية تسليط الضوء في هذا اليوم على القضايا البيئية ومواصلة العمل في مختلف المجالات البيئية، لا سيما إدارة المخلفات والحد من آثار التلوث البلاستيكي، وخصوصا المخلفات البلاستيكية، وإيجاد فرص لإعادة استخدامها عوضا عن التخلص منها في الأوساط البيئية، موضحا سموه أنه تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالاهتمام والمحافظة على البيئة والمناخ، فقد تم وضع عدد من المبادرات والدراسات في هذا المجال، وهي قيد الدراسة حاليا وتحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعتمد على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج وتدعم قطاع إعادة تدوير المخلفات. ونوى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إلى أن الحد من التلوث البلاستيكي يتطلب مساهمة مجتمعية متكاتفة، باعتبار أن النسبة الأكبر من المخلفات البلاستيكية هي عبارة عن نواتج للاستهلاك، داعيا سموه كافة الأطراف ذات العلاقة إلى تعزيز التعاون البيئي من أجل خفضها إلى أدنى نسبة ممكنة لتقليل التلوث البلاستيكي المحتمل على مختلف الأوساط البيئية.